السلام عليكم. جراح الجرحى مجددا، لم تكفهم جراحهم الغائرة في أجسادهم، ففتح لهم المسؤولون جراحا أخرى في قلوبهم نتيجة إهمال غير مبرر وصفقات مشبوهة بقصص فساد كبير. بين كومة ممن يعلنون تكفلهم بالجرحى تتعفن جراح الشباب دون ما اكتراث. الحكومة الشرعية، اللجنة العليا للإغاثة، مركز الملك سلمان، البرامج الإماراتية والمكرمات السعودية، الجيش الوطني، كل هذه العناوين لم تكفي لالتئام جراح أفراد المقاومة والجيش، فهم على أسرتهم سواء في الداخل أو في الخارج يئنون من نفس الألم. مجموعة في السودان وأخرى في الهند وثالثة في مصر وفي مأرب، كثير منهم يشكون الإهمال المتكرر من قبل المسؤولين عن هذا الملف وهم كثر. قبل أيام فتح المساء اليمني هذا الملف، وكانت هناك تعهدات من قبل المسؤولين عن الجرحى في محافظة مأرب باستكمال برامج العلاج والسفر للخارج للجرحى الذين تقتضي حالتهم ذلك. واليوم نتساءل أين ذهبت تلك التعهدات؟ ولماذا لا توجد لجنة مختصة واحدة بشؤون الجرحى تحل مشاكلهم بحسب الأولوية الطبية؟ ماذا عن العالقين في دول الخارج والذين توقفت منحهم العلاجية قبل توقف آلامهم؟ كيف سيكون مصيرهم؟ وأخيراً، هل يمكن أن ينتصر جيش لا يأبه لجراح أبطاله وجنوده؟ أعزائنا المشاهدين، حول جراح الجرحى المفتوحة نفتح اليوم هذا الملف للتوقف عند وعود بعض المسؤولين ولتفقد الجرحى الذين يعانون من الإهمال ولتسليط الضوء على حالتهم. سيكون معنا في هذا النقاش البرلماني والباحث في شؤون القانون الدولي الإنساني الأستاذ شوقي القاضي هنا في الاستوديو، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ شوقي. مساء الفل، أهلا بك معنا في هذه الحلقة والتي ربما استضفناك سابقا مع الزميل وجيه أسمان حول هذه الحلقة والمساء اليمني فتحها أكثر من مرة. قبل أن نبدأ نقاشنا أستاذ شوقي، دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. أنا الجريح الدم طبعا. طريحا على فراش المرض يوجه ما يشبه النداء الجريح، وهو الجريح المطروح في شقة وليس في مشفى، ليبعث مناشدة للذين قاوم من أجل ألا تسقط شرعيتهم، قاوم لكي لا تسقط راية الدولة الشرعية، وفي ملامحه يبدو وجع الزمان والمكان، وقبل ذلك وجع الإنسان. مهملون في المدن القريبة والبعيدة، مهملون في المشافي وفي زوايا الغرف التي ضاقت بجراحهم، مهملون ضمن جزاء سنمار، الجزاء الذي تتحدث عنه العرب في مروياتها. وجد الجرحى جزاءهم غير العادل ولا عزاء للخاذلين، تركوهم كأوراق الخريف اليابسة التي تذروها الرياح، بينما تذروهم الجروح المفتوحة والأدوية التي لم ترها أعينهم، وتذاكر السفر التي لم ينالوها، وحقائب السفر التي هي الأخرى تخلو من دبيب الحياة والحيوية وما تيسر من متطلبات السفر. جرحى المقاومة والجيش في اليمن سفر طويل من المعاناة، وأسئلة لا تزال مفتوحة تنتظر عملية جراحية عن الذين وهبوا عافيتهم لكي تتعافى البلاد، ثم وجدوا ذواتهم بلا عافية من أول مستشفى ميداني محلي إلى المستشفيات الأخرى في المدن العربية والعالمية، يلقون بهم في الخارج لتتضاعف تكاليف حياتهم أكثر، وبالتالي تتضاعف معاناتهم إلى أن تصل إلى مرحلة فائض المعاناة. أو هذا ما تقوله نداءاتهم التي أصبحت جروحا معنوية لا تخلو من وعثاء السفر ومتاعب المنطر وسوء الخذلان. العدد الكبير للجرحى يتضاعف كل يوم، جرحى مصر والسودان ومأرب والهند، وإهمال الحكومة والتحالف لهم يضاعف مأساتهم ويخلف إعاقات دائمة بعضها لا تشفى على المدى القريب، كما تقول التقارير الطبية التي تفزع ذويهم. أسئلة المهتمين بالشأن الإنساني ومن تثير أوجاع الجرحى شيئا في أعماقهم ترتفع حول مصير ملف الجرحى، ولماذا تتعدد الجهات المكلفة برعايتهم فيما يغيب أثرها عنهم، وأين اللجان تلو اللجان التي لا تزال بعضها على الأدراج وبعضها تم وضعها في سلة المهملات، وما أكثر سلال اللجان المهملة في رفوف الشرعية. إذن أستاذ شوقي، يعني بداية تحترم الجيوش بمدى احترامها لقتلاها وجرحاها، تحترم الدول بمدى احترامها لآدمية من تعبر عنهم أو تمثلهم. ما يحدث أستاذ شوقي أكثر، يعني ليس شهر ولا شهران ولا سنة لهذا الإهمال لملف الجرحى، برأيك
يعني كيف ترأنت هذا الإهمال واستمراره من قبل مسؤولين في الشرعية والتحالف لملف مهم كملف الجرحى؟ شكرا جزيلا. بداية أنا أشكر جدا مؤسسة وقناة بلقيس لتكرارها فتح هذا الملف، هذا الملف الذي يراد أن يكون ملفا منسيا، هذا الملف الذي يعتبر يعني صورة لأبشع النذالة والحقارة لشرعية ضحى هؤلاء الشباب من أجلها ومن أجل صمود جبهاتها ومن أجل استرداد مؤسساتها ثم يجازون هذا الجزاء. على كل حال دعيني بداية أختي حتى لا ننسى الحقائق الأولى. نعم. الحقيقة الأولى يا أستاذة آسيا أنه ينبغي أن نتذكر تماما أن الانقلاب، انقلاب الحوثيين وصالح، هو سبب كل هذا البلاء وكل هذا الدمار وكل هذا الوجع الذي صورة من صوره صورة هؤلاء الجرحى بالآلاف. يعني لك أن تتصوري أن تعز فقط فيها أكثر من 30,000 جريح وربما زيادة، هذه الأعداد التي تصل إلى المستشفيات والمشافي والتقارير التي تسجل أو توثق، ولكن كثير هناك حالات تعالج بطريقة بدائية في أسرهم وإلى آخره. فالانقلاب هو السبب والعلاج الأول لوقف هذا النزيف ومنه نزيف توليد الجرحى هو إنهاء هذا الانقلاب. إذن لكل أهل الضمائر الحية أن يعلموا أن هذا البلد وهؤلاء الشباب الذين هم خيرة شباب اليمن الذين قتلوا أو الذين جرحوا، هؤلاء سبب هذا الدمار وهذا البلاء هو انقلاب الحوثيين وصالح، فلا ننسى مطلقا هذه الحقيقة. اسمح لي أستاذ شوقي، يتم عزف هذه السيمفونية الحقيقية، لن أقول عنها أي شيء، ولكن يبدو أن الشرعية استمتعت بهذه السيمفونية ولا تريد أن تتجاوزها. نعم. في كل مرة الانقلاب هو السبب، ولكن ماذا بعد؟ يعني تمام، سأتي الآن. ميليشيا وقامت بانقلاب، جماعة مسلحة وقامت بانقلاب، أودت بالبلد إلى الهاوية، ولكن هناك يعني من يخرج للناس ويقول أنا رئيس جمهورية، أنا رئيس وزراء، أنا أتحمل أمام الله مسؤولية هؤلاء الناس ولا يوفي بالتزاماته. تعرفي لماذا أستاذة آسيا بدأت بهذه الحقيقة التي أنت، شكرا لك أنك ذكرتها أنها حقيقة، لأن هناك من هؤلاء المجرمين ومن الإعلاميين الذين يساندون هؤلاء الانقلابيين من يعزفون على ملف الجرحى، فنريد أن نذكرهم بداية أن أنتم السبب قبل كل سبب. فلولا هذا الانقلاب لما قتل هؤلاء الشباب، ولولا هذا الانقلاب لما أصيب هؤلاء الشباب وأصيبوا بجراحات تؤدي إلى إعاقات وإلى غير ذلك. هذه حقيقة رقم واحد، ولهذا سيظل ملف الجرحى لعنة في وجوه الانقلابيين إلى قيام الساعة. هذا الشطر الأول، الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أن نفس الملف هذا، ملف الجرحى، سيبقى لعنة في وجوه الشرعية. شباب كانت جراحاتهم مقدور على علاجها تحولوا الآن إلى معاقين. نعم. شباب كانت علاج يعني جروحهم كان بالإمكان أن تعالج وبالإمكان أن يعني تشفى، ولكن هذه هذا الموقف السلبي والموقف المتخاذل من قضية الجرحى أولا وقضية تعز ثانيا كقضية من القضايا الكبرى التي تحتل الملف الأكبر، يعني سببت كل هذا، سببت يعني كوارث لهؤلاء الجرحى. إذن دعينا نؤكد على هاتين الحقيقتين، أن الجرحى لعنة مستمرة في وجوه الإنقلابيين، ولعنة أيضا وخزي على في وجوه الشرعية ومؤسساتها المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة والمؤسسات التي انبثقت العسكرية التي انبثقت وذكرتها في التقرير ولها شأن في هذا الموضوع. إذن هذا الملف هو ملف كارثة، ملف مشكلة، لكن هناك له أسباب. يعني لماذا هذا الإهمال؟ يعني ما السبب؟ السبب الأول يا أستاذة لو سمحتي لي أن أذكر الأسباب. السبب الأول يعني هناك أسباب عدة. السبب الأول الرئيس أن هذا الملف لم يمأسس، يعني وزارة الصحة متخلية تماما عن موضوع الجرحى إلى درجة أننا خاصة وهناك تمييز أيضا، يعني ربما يعالج جريح من محافظة ولا يعالج جرحى تعز، يعالج جرح في مربع معين ولا يعالج ولا يعالج من, من, من جبهات أخرى. نعم. أكثر شرفا وإلى غير ذلك، بل ربما يستبدل جرحى أثناء السفر في مطار عدن أو يعني للأسف الذي لا تحكمه دولة ولا شرعية. نعم. إذن الملف هذا القضية الأولى
قضية عدم وجود المؤسسية، وهذا خذلان ومؤامرة. يعني ملف الجرحى لو مؤسس يعني ضبط، إذن يعني تعدد هذه الأوجه أستاذ شوقي، هل هي يعني سبب يعني من أسباب إهمال هذا الملف، أو يعني إن صح لي القول أن يرمي كل طرف المسؤولية على الآخر؟ يعني مثلا في موضوع جرحى مأرب، كان معنا أحد الجرحى وتحدث، نحن كنا نعالج في مركز الملك سلمان حين كنا في جبهة حرة في المنطقة الخامسة، كان يتم علاجنا ويتم صرف لنا يوميا مبلغ ويتم تغذية، وهناك يعني كانوا يعيشوا حالة من الرفاه لنقل. مجرد أن نقلوا إلى مأرب قالوا لهم اذهبوا إلى مأرب وسنواصل علاجكم. تم الاتفاق مع جمعية، الجمعية ظهرت لنا في الحلقة أنها كانت معنية فقط بالعلاج النفسي ومتابعة والمأوى، وانتهى عقد لمدة شهرين ممدد إلى 4 أشهر وما إلى ذلك. في النهاية أنتم لم تعودوا لا جرحى الملك سلمان، ولم تعودوا تتبعون الجمعية، ولم تعودوا يعني الجرحى بجوارهم يتم علاجهم الذين لم يتبعوا مركز الملك سلمان، وجرحى ذلك المركز تم إهمالهم تماما. وكل جريح يحكي لك أنه مر بمثل هذه التجربة من سين إلى صاد إلى أن يضيع حقه تماما. بداية دعيني أصحح، مش يعني فقط أعدل موضوع الجرحى عاشوا فترة رفاهية، جرحى مدينة معينة أو منطقة معينة، أقل الواجب مع هؤلاء الجرحى ينبغي أن يقدم وثقية. أنا لا نعم، وأنا أصحح ما يعني أنا لم أقصد الكلمة، نعم أنا لم أقصد الكلمة، وإنما يعني هو الجريح بنفسه قال يعني كنا مرتاحين بهذاك الوضع يعني الآن يعني أيوة، هو بالغ في كلمة مرتاحين، يعني ربما يريد أن يقول كنا أفضل من الحالة الثانية. لا تصدقي بأنهم كانوا مرتاحين أيضا، حتى الجرحى الذين ذهب بهم إلى أراضي إلى مستشفيات المملكة العربية السعودية عانوا كثيرا. أنا التقيت عددا منهم الذين نقلوا إلى السودان. السؤال الأول، لماذا لا يعالجوا في المملكة العربية السعودية ومستشفياتها قادرة؟ وبدلا من أن تدفع الملايين والمبالغ لعلاجهم في أي دولة أخرى، ينبغي أن تستدعى طواقم طبية حديثة من أي بلد كان إلى مستشفيات المملكة العربية السعودية ويعالج. إذن هذا تقصير واضح تماما أنه ملحوظ في موضوع فيما يتعلق بمسؤولية إخواننا المملكة الإخوة في المملكة العربية السعودية تجاه هؤلاء الجرحى، لأنها جزء من مسؤولياتهم الأخلاقية الإنسانية الدولية إلى غير ذلك. اسمح لي إذن أستاذ شوقي أن ينضم معنا أيضا العميد علي الغشمي، وهو رئيس اللجنة المكلفة بالنظر في مشكلة الجرحى، عبر الهاتف من مأرب. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. أود أن أسألك بداية عن هذه اللجنة، ظروف تشكيلها، معنية بمن بالضبط؟ حدثنا عن هذه اللجنة سيادة العميد. والله اللجنة هذه كلفت من الأخ رئيس هيئة الأركان اللواء ظاهر العقويلي، لما ظهر في حالة الجرحى، لأنه كان في جرحى كان في مسكن في فنادق، و ألو سيادة العميد ما زلت معنا؟ نعم. يعني اللجنة مكلفة بجرحى مأرب الذين كانوا في الفندق وتم إخراجهم، أليس كذلك؟ أيوة، من الجنود، ولكن هي اللجنة مكلفة لجميع الجرحى في حل جميع القضايا، حتى الجرحى التي جرحوا في جميع الجبهات. نعم، في مأرب فقط حتى أستوضح منك، أم في الجرحى بشكل عام يعني في كل البلاد؟ الجرحى بشكل عام. جميل. إذن إلى أين وصلتم؟ يعني حدثني، يعني ما الذي استطعتم تقديمه؟ هل يعني استخدمتم الملفات؟ هل قمتم بدراسة جميع حالات الجرحى؟ حدثني عن ما قمتم به. والله إحنا قمنا بالكثير، يعني في من شأن تسس السكنات، يعني الذي لم يكونوا مسكنين سكناهم، والذي أعطيناهم الغذاء وأعطيناهم الفراش وعملنا لهم أشياء يعني جيدة، وكشفنا على جميع الجرحى الذي يعني كانوا يعانوا، وألزمنا الفريق الفني أو الخدمات الطبية أو اللجنة الطبية يعني بعض النظر وعلاجهم. حلينا كثير يعني، ومن ناحية الرواتب ومن ناحية الكل، يعني بتكليف من رئيس هيئة الأركان ما يوليه من اهتمام كبير بجميع الجرحى. نعم، هذا فيما يتعلق بجرحى مأرب، أليس كذلك؟
ايوه هو ده طبعا الجرحى من معظم المناطق كان بيكونوا في مارتي وما نعم ماذا عن جرحى تعز؟ يعني ضيفنا في الاستوديو يحدثني عن ربما اكثر من 30,000 جريح جراحهم يعني كانت بسيطة وأصبحت للأسف الشديد أقرب إلى الإعاقات. لا بالنسبة للجرحى الذي يعني إصابتهم ظهيرة فقد عيدوا إلى الوحدات واستوعبوهم والذي عادوا معاجات يعني قد تصلح لهم جميع اللوازم الطبية الذي تم العلاج عليها والحمد لله كل شيء تمام. نعم يعني تم إحالة جميع الجرحى في مأرب سيادة العميد للعلاج والنظر في ملفاتهم وحل قضاياهم؟ الكثير أيوه الكثير تم حل قضاياهم وحالة عدة من الجرحى الذي تم ترحيلهم إلى الخارج جهود كثيرة وبتوجيهات رئيسة الأركان والآن في درجهم بدأوا يعني في تجهيز بعض من الجرحى والبقية؟ ماذا عن البقية؟ يكون على ما يقرر الطبيب يعني الطبيب من هو الذي يقرر ما يحتاج الجرح من عناية أو من علاج أو من ذلك يعني يحتاج علاج عشان يعالجوه معنا يحتاج إلى علاج خارج هو الذي يقرر الطبيب ونحن نساعده ونعون على ذلك. نعم إذا هل تتابعون الجرحى خارج الوطن سيادة العميد أم أنتم معنيون بالجرحى في الداخل؟ والله هناك لجنة طبية، اللجنة الطبية العليا هي التي بترحل يعني الجرحى وهي التي بتتابع حالتهم بالنسبة كما قلت الجريح خارج تابع حالته وعلاجه. نعم لكن سيدة العميد ما زالت الشكاوى مستمرة، ما زالت المأساة حاضرة، ملفات مفتوحة عديدة لم يتم النظر بها ولا يتم متابعتها لا من اللجنة الطبية ولا من غيرها، وربما الجميع استمع إلى الفيديو الذي تم نشره بالجريح هيثم يعني الذي واضحة مدى يعني كانت إصابته وكيف أصبحت الآن قدمه مرشحة لقرقرينا. يعني مثل هذه حالة واحدة فقط ظهرت والكثير من المآسي نستمع إليها سواء الذين في السودان أم في القاهرة أم في الداخل يعني تعز مأرب وغيرها. والله هي في فريد يعني بالنسبة لهذا الأمور ما كان من خارج الوطن فهو عبر اللجنة الطبية العليا وهي مولية لهم كل الاهتمام وما كان هو يعني جريح انا في طبي لديهم ورعايه جيده ان شاء الله والى الافضل باذن طبعا هذا ما نتمناه ان يتم ايلائهم كل هذا الاهتمام الذي تتحدث عن سياده العميد ولكن الواقع لا يقول ذلك. يعني نحن هذه تقريبا ثامن حلقه خلال اقل من سنه ونحن نعالج مشكله الجرحى. يعني لو كان هذا كل الاهتمام لديهم والامور طيبه وعلى خير ما يرام كما تتحدث ان لا هناك لا مشكله ولا ملف ولا حلقات تدار لاجل حل قضاياهم. عموما سيادة العميد يعني سيكون معي خلال الحلقة يعني بعض الجرحى ليحدثون عن كل الاهتمام الذي تحدثت عنه. شاكرة وجودك معنا العميد علي الغشمي رئيس اللجنة المكلفة بالنظر في مشكلة الجرحى، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. وهكذا أستاذ شوقي كلما يعني وصلنا من أحد من الحكومة أو مسؤول عن هذا الملف يحدثني عن عالم غير العالم الذي نعرفه. للأسف هذا الملف أحيانا مع كل الاحترام والتقدير طبعا والشكر للأخ الكريم ولغيره من الذين يقدمون أي جهد يعني لمواجهة الانقلابيين وفي سبيل السعادة الشرعية، لكن للأسف يطغي الحديث أحيانا بطريقة دبلوماسية وطريقة حساسة حتى لا إلى غير ذلك. هذا الملف إنساني بحت وبالتالي ينبغي أن يعالج وأن يناقش وأن يتحدث عنه بإنسانية متجردة. أنا أقول لأخي الكريم أن ملف الجرحى ملفا يعني مؤلما ويعني نزيف يدمي القلوب. الذين ذكر تسفيرهم طبعا سأعطيك يعني بدون ذكر فقط أسماء، ولا هناك النقطة الأولى لا يسفر كل الذين يحتاجون إلى تسفير، هناك مئات الأطباء في المحافظات وأخص هنا تعز على وجه لأنها المدينة التي تنزف جراحا كل يوم يقررون أن هذا الجريح لن يستفيد ولن يجد شيئا عندنا، ليس فقط لشحة وإنما لأكثر من سبب. السبب الأول
تخيلي أنه ليس هناك من المستشفيات التي تستقبل الجرحى إلا تقريبا مستشفيين فقط لا غير. تزدحم عليها الجرحى إلى درجة مخيفة. الأمر الثاني كثير من الأطباء قد نزحوا. ويعني الأمر الثالث شحت موارد طبية. جدا طبية. الأمر الخامس انعدام خدمات أخرى مثل الكهرباء وإلى آخره. الأمر الآخر أنهم إذا أرادوا أن ينقلوا أحيانا جرحى إلى منطقة أخرى يحملوا أحيانا على جنائز، يعني تخيلي ويذهب بهم في طرق يعني خطيرة جدا، ويتعرضوا أحيانا للقصف والقنص. وهذا الأمر الأول. النقطة الأولى في موضوع التسفير، الأمر إذا ما كل الجرحى يسفروا إذا قيل أن هناك سفر. الأمر الآخر ليس هناك عمل مؤسسي في التسفير. أنا زرت جرحى السودان وجدتهم يعانون معاناة، جالسين في شقق كما يعني تحدث هذا الجريح، أسأل الله له ولكل الجرحى الشفاء، يجلسون في شقق ثم يذهب بهم أحيانا إلى بعض المشافي، بل إن الترتيب مع بعض الدول لا يتم. مع كل الاحترام والتقدير لتلك الدول، ترتيب محدود وترتيب ضعيف. لا. أحيانا أيضا ينسون في مناطق. أنا على تواصل، ثلاثة جرحى يتواصلون معي. الأول خلاص رفض العلاج، قال اعطوني تذكرة لأعود. الجريح الثاني ما وجد يعني مشلول يحتاج إلى زوجته، ما وجد إيجار شقة لبقاء زوجته يعني في الشقة حتى تمارضه. الجريح الثالث ما اشتري له جهاز لتحريكه، يعني للأسف تسولنا الآخرين وبحثنا عن دعم له إلى غير يعني ذلك. ما وصلك هناك. إذن أخونا الكريم يتحدث أحيانا بحسن نية ودبلوماسية أنهم يسفروا، لكن ماذا يسفروا؟ من هم الذين يسفروا أولا؟ إلى أين يسفروا ثانيا؟ المشكلة أنه قال يعني ولولا كل الرعاية والاهتمام. إذن يعني كلمة اسمح كل لي نعم اسمح لي نوايا طيبة يعني أن يكون معنا أحد الجرحى، وهو أحد جرحى الجيش الوطني، السيد أكرم الجبري عبر الهاتف من مأرب. مساء الخير أستاذ أكرم. مساء النور. بداية الحمد لله على السلامة، أود أن تحدثني عن إصابتك وكيف تم التعامل معها. أسعد الله مساءكم ولضيفك الكريم ولسادة المشاهدين. أولا أختي الكريمة، أحب أن أعقب على كلام العميد الرسمي. نعم. أنه قال أن حالها يعني تم تسكين الجميع وأنه تم حل مشاكل الجميع، وهذا كلام عاري من الصحة تماما. هذه اللجنة جاءت ووضعت مسكنات لا ولم تحل مشاكل الجرحى. المسكنات هذه التي وضعتها اللجنة ستؤدي إلى كارثة، إلى كارثة إنسانية. فلا أدري ماذا قامت بهذه اللجنة من شيء جميل. من أنا أود أن تحدثني عن هذه المسكنات نوعها، لأن يعني حتى يعني نكون أكثر دقة. العميد لم يقل أنه تم تسفير الجميع، وإنما قال من احتاج إلى السفر تم يعني هم الآن في الترتيب لتسفيره، وأنه حل مشكلة الكثير، يعني هناك البقية. أنا أود أن أعرف ما هي الحلول التي تمت لهؤلاء الكثير؟ أضرب لك مثال أختي الكريمة. مثلا لدينا ثمان مرض كبد وبائي مصابين هؤلاء. كم عفوا لم أسمعك جيدا، كم عددكم؟ ثمان حالات. ثمان حالات مرض كبد وبائي. هؤلاء تم تسكينهم في الصالة، والذي الصالة هذه تكتظ بالجرحى الذي بها عشرات الجرحى، مما ينذر بكارثة إنسانية، بحيث أن هذا المرض، مرض الكبد الوبائي، مرض عظم معدي قد يصيب جميع هؤلاء الجرحى. النقطة الثانية الذي أحب أن أنوه إليها، وهي ما يقارب لدينا ما يقارب من 50 حالة صرع. 50 حالة صرع. هؤلاء قد يصاب هذا الجريح بحالة من الصرع فيقوم إلى قتل زميله الذي لا أحد ولا في غمضة عين. النقطة الثالثة أنه لدينا ما يقارب من 30 حالة إعاقة دائمة في المنطقة العسكرية. أتكلم عن المنطقة العسكرية الخامسة فقط. نعم. لدينا ما يقارب من 52 حالة بحاجة إلى السفر إلى الخارج. إلى الآن لم يتم تسفير أي جريح منهم.
تواصلت ولا اعطوا وعود بانهم سيسافروا، ولا تم صرف المرتبات، ولا يعني تم التسكين وصرف البطانيات وما الى ذلك، لم يحدث اي شيء من ذلك؟ لم تصرف البطانيات، جاء اللجنة كما ذكر الرئيس سياس الأركان وقد وعدنا بذلك، فإن ستأتي اللجنة يوم الأربعاء الماضي، لكن الآن لم تصل، وعدونا أنها ستبدأ الصرف من غدا، لكن لم وجود هذه اللجنة في مأرب، للأسف الشديد لا ندري هل هو ضحك على الدقون أو ماذا تريد هذه هؤلاء المسؤولين عن الجرحى. أحب أن أنوه أنني تواصلت مع أحد أعضاء اللجنة الذي شكلها رئيس هيئة الأركان العامة وهو العميد عبد الرزاق الروحاني، فقلت له يعني ما الحل؟ نحن الآن بدون سكن، نحن الآن مشردون، قال يا ابني لا نستطيع لكم أجور فنادق ونحن في حالة يردنا، فقلت نحن لا نريد فنادق يا أخي الكريم، نحن لا نريد فنادق، نحن لا نريد أن نستقر استقرار نفسي أولا، الجريح بحاجة إلى استقرار نفسي من لكي تلسعم جراحه، حتى تلسعم جراحه يعود إلى وحداته العسكرية، بالإضافة إلى هذا أنا أؤكد أن جميع الجرحى المنطقة الخامسة الذي تم نقلهم إلى مأرب لم تكن جراحهم الأولى، أي أنهم لم يجرحوا هذه المرة الأولى فقط ثم تم نقلهم إلى مأرب، الجرحى الذي تم نقلهم إلى مأرب كل جميعهم جرحهم مرتين وثلاث وأربع. نعم، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله أستاذ أكرم، يعني أنا أتمنى أن يصل صوتكم أكثر إلى يعني من يهمه الأمر إن كان هناك من يهمه. يؤلمني هذا الحديث ويؤلمني هذا التناقض بين حديثك وبين حديث رئيس اللجنة المكلفة بالنظر لحالتكم. شكرا جزيلا لك أكرم الجبري، سنظل يعني إعلاميا على الأقل يعني وراءكم إلى أن يتم حل هذه الإشكالية تماما. شكرا لك، وأنت أحد جرحى الجيش الوطني، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. أستاذ شوقي، أنت والسادة المشاهدين اسمحوا لي بالذهاب لهذا الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ شوقي، ما رأيك بالذي يحدث؟ رأيي في ماذا؟ في هذا التناقض، في هذا التسويف لهذا الملف، يعني حين يقال أن حللنا يعني مشاكل الكثير، الرجل يحدثني عن أرقام، يعني يحدثني عن أرقام من هم بجواره، حكاية مزرية مؤسفة، ووضع يعني ليس بالهين، ويؤكد علي انها ليس الجرح الاول، يعني من مرتين ومن ثلاث يتم معافاتهم ويعودوا للجبهه مره اخرى. اي شرعيه هذه اللي يدافعون عنها؟ انا اتمنى اولا اعاده تكييف البرامج التي يفتح فيها ملف الجرحى للمرحله القادمه، ان يؤتى بعدد من الجرحى وعدد من المسؤولين المعنيين بملف الجرحى، ان يسمعوا بعض والجمهور يحكم. يعني الآن على سبيل المثال ظهر تناقض، ظهرت الحقيقة تماما، ومع كل الاحترام والتقدير لسيادة العميد، إلا أنه تحدث حديثا يرضي مسؤوليه ويخفف فقط لا غير يعني وطأة الحديث فيما بينهم، لكن الحقيقة أن ملف الجرحى وصمة عار وخزي في جبين الشرعية إذا كان لديها جبين. القصة وما فيها أيضا أنه أصبح هذا الملف ملف فساد،
يعني ليس فقط أصيب يعني بيع وشراء بجراح أصيب هذا الملف بأكثر من مصيبة. المصيبة الأولى أصيب باللامبالاة والإهمال في أن هؤلاء لا توجد آلية للوصول إليهم، ومن ثم لا يسمع أنينهم ولا تشاهد جراحاتهم إلا عبر برامج معدودة في قنوات معدودة ربما لا يشاهدوها، أو حتى يعني أن يصور نفسه كما حدث مع الجريح. نعم. ونشرها. الأمر الثاني في هذا الملف دخلت المناطقية، ونحن تحدثنا في حلقة سابقة أنه مسؤول كبير في وزارة الصحة عندما قيل له جرحى مدينة معينة قال أنا لم آتي هنا إلا من أجل جرحى مدينة أخرى، فلما قيل له كلهم يمنيون وكلهم مقاومة وكلهم أظهر مرضه. نعم. يعني المعنية تعز. نعم. يعني المصيبة الثالثة المصيبة الثالثة مصيبة الانتقائية والعصبوية غير المناطقية وإنما يعني أسباب أخرى. المصيبة الرابعة هي مصيبة الفساد. أنا هنا دعيني أشيد من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أشكر مركز الملك سلمان في جزئية من الجزئيات التي كانت مكشوفة وواضحة في أنه تعاطى مع الجرحى. الإخوة في المملكة العربية السعودية قصروا تقصير واضح تماما لا يستطيع أحدا يدافع عنهم في موضوع أنهم كانوا يستطيعون أن يفتحوا مشافي في حدود المملكة العربية السعودية. نعم، على أقل هؤلاء الجرحى وجرحوا بالحدود. بالضبط. نعم. وبدلا من أن يرسلوا أي معونات طبية يفتحوها على الحدود ويسعف إليها الجرحى ويستطيعون أن يأتوا بأفضل الأطباء وأفضل الأدوات، لكن نوعا ما قدموا خدمة طيبة وهي أن مركز الملك سلمان يا أستاذ آسيا وأنتم سادة العارفين والعارفات قدم تمويل لكل جريح وتعاقد مع أكثر من 4 أو 5 أو 6 مستشفيات ومراكز طبية. هذه الطريقة تخللها الفساد فتحولت إلى استنزاف مال وفساد على حساب هؤلاء الجرحى. رصد لكل جريح يصل إلى أقرب مستشفى من المشافي التي تعاقد معها المركز الملك سلمان في البداية يرصد لحسابه 3000 دولار. دخل هنا بدأ يدخل البيع والشراء وبدأ يدخل إلى غير ذلك، وبالتالي ملف الجرحى وصمة عار في جبين الشرع لا يعفي المسؤولين الكبار، لأن الفساد كان واضحا بدءا بالمحافظين كانوا يعلمون ذلك، الوزراء يعلمون ذلك، الحكومة تعلم ذلك، ومن ثم للأسف وصمة عار لأكثر من سبب ولأكثر من سوء تصرف. أمر آخر أيضا الآن الخطورة المتفاقمة في موضوع الجرحى يا أستاذة آسيا هو تحول الإصابات البسيطة إلى إعاقات دائمة. إعاقتنا. على سبيل المثال الإخوة الأتراك طبعا بجهد مشكور من الأخ علي المعمري محافظ محافظة تعز والفريق اللجنة التي شكلت له هنا في اسطنبول، شكل معه شباب ساندوه بالترجمة وساندوه بالتواصل متطوعين يعني، وكذلك يعني الدكتور وحيد الفريس الذي تولى إدارة الملف هنا. الإخوة الأتراك وضعوا رقم قالوا نحن مستعدين سنويا أن نستقبل 300 جريح. أين 300 لم يصلوا؟ وصل منهم تقريبا 142 أو 43 ومجموعة من المرافقين ومجموعة من الطواقم الطبية الأفراد لم يصلوا إلى 200 ثم عولجوا. المشكلة أنه عندما وصلوا إلى المشافي وأنا زرتهم في بعض المشافي وصلت الحالات الميؤوس منها، لم تصل الحالات التي وصل المعاقون عالج. الذين قد انتهت يعني يحتاجون إلى علاج طبيعي لمدة سنة وسنتين وثلاث. نعم، حتى بعضهم يعني تم بعض أطرافهم بطريقة لا تؤهل لزراعة لا تؤهل إلى, إلى, إلى أي عمل أي تقنية. نعم. هنا في تركيا، ومن ثم استفاد البعض، أنا زرتهم واستفادوا أكثر من تقريبا عدد أكثر من النصف استفادوا فائدة ممتازة جدا، لكن البعض لم يستفيد شيء لأنه وصل وقد تحول إلى معاق يحتاج إلى علاج طبيعي مستمر في بلدي. الأمر الآخر كانت هناك احتياجات أيضا لهؤلاء الجرحى وهم حتى في المشافي، مشكورة تركيا الحكومة التركية تكفلت بالطيران ذهابا وإيابا وتكفلت بالمشفى من إلى، لكن في احتياجات أخرى، والإخوة هنا دولة مؤسسات وقانون لا يمكن أن يصرف ليرة واحدة ولا دولار واحد خارج إطار الاتفاق، ومن ثم كانت لهم احتياجات كانت ترفع أولا بأول فلا يصل أحيانا إلا بعد عناء. على سبيل المثال احتياجات الترجمة، على سبيل المثال احتياجات مضافة للمرافقين لأن بعض الجرحى لا يمكن أن يعيش بلا مرافق. على سبيل المرافق يحتاج أكل وشرب وملبس الأكل والشرب في طبيعة الأكل والشرب أحيانا ما نسبتش البعض فكان يحتاج إلى شيء. باختصار كانت هناك احتياجات، لو أن هناك جهة مركزية
هي التي ممسكة لملف الجرحى لكان التواصل معها سهل وبسيط في أنها تأتي بنفسها إلى تركيا، لكن كان عبارة عن كأنك تتوسط، يعني كأنك تبحث يعني عن صدقة لو سمحت، تبحث عن صدقة يعني اتصال بالمحافظ، يعني المحافظة اتصل كم عدد المرات يا شباب الجرحى بحاجة إلى مترجمين، من يتطوع، نعم من كذا، نعم تتذكر إلى درجة طبعا هنا كلمة شكر لشباب اليمن الموجودين في تركيا الذين قدموا جهد، لكن الاستمرار ثم أنها جاءت في فترات امتحانات فكان يحتاج إلى متفرغين، أيضا يحتاج إلى مترجمين بنوعية محترفين كمصطلحات طبية وغير ذلك، فكانت هناك احتياجات لأنه لا توجد مؤسسة واحدة مركزية مسؤولة ومهتمة ومعنية للأسف يعني ما نعم. لكن ما قيمة هذه المؤسسات أستاذ شوقي؟ إذا يعني في كل مرة نسمع لجنة، في كل مرة نسمع، أنا لا أريد لجان، نعم أنت تعرف المثل اليمني، إذا أردت أن تضيع أيوة إذا أردت أن تضيع قضية فلجنها، لا بالعكس، هذه اللجان مؤشر فساد ومؤشر أن رأس الشرعية قرار الشرعية ليس واحدا، وبالتالي أصبح أقرب إلى المراضاة، راضي هذا بلجنة وراضي يعني هذا أنا بلجنة. مثلا أنت تحدثني عن 300 تم الاتفاق معهم، نعم، مع تركيا سنويا، نعم، يعني لما أتى هذا الرقم ولما لم يستمر يعني قرابة سنة لنا أم أقل؟ الآن بقي من الجرحى الدفعة السابقة ما يقارب 5 أو 6 فقط لا غير، نعم، يفترض أن تأتي الدفعة، مفروض تأتي دفعة، لا يعني وألا يأتي، ألا يتكرر نفس الخطأ، ألا يأتي من حالته ميؤوس منها، نعم. الإخوة الأتراك كانوا واضحين، اشترطوا هذا الشرط، دخلت المحسوبية ودخلت أنا يعني بجامل فلان على حساب فلان، اللجنة الطبية مشكورة التي اشتغلت في تعز قدمت جهد لا بأس به، لكن لم يخلو اختيارها يعني خياراتها من شيء من الخلل، وبالتالي نوصي الآن مناشدة، أناشد الإخوة الآن في وزارة الصحة والأخ علي المعمري بالتحديد محافظ محافظة تعز، كون الاتفاق وقع معه من قبل وزارة الصحة هنا التركية، والدكتور وحيد الفريس لا زال موجودا وقادر أن يقوم بعمل شيء، والجالية اليمنية أيضا ممأسسة الآن وقادر أن تفعل شيء، أتمنى الآن أن تأتي دفعة جديدة والإخوة الأتراك وأن يستمر ولا بس بشرط أقل جزئي يعني حل ويتلافى جزئي كل القصور السابق ليستفيد، نعم، هؤلاء الجرحى من هذه المنحة الطبية، نعم. إذا نسمح لي أيضا أن ينضم معنا الجريح هيثم منير عبد النور وهو أحد جرحى الجيش الوطني عبر الهاتف من السودان، وهو الجريح الذي ظهر بداية الفيديو، ربما شاهد مقطع الفيديو العديد من الناس. مساء الخير أستاذ هيثم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك معنا أخ هيثم، والحمد لله على سلامتك، أتمنى من الله أن يمن عليك بالشفاء وأن يلتفت إليك المعنيون بالأمر. حدثني أولا متى أصبت وكيف تم تسفيرك للسودان؟ والله تم تسفيري للسودان من قبل اللجنة الطبية عندكم في تعز من قبل محافظة المحافظة، ولنا أكثر من 6 أشهر في السودان أنا وأخي كمال. الحين أخي كمال يعني على وشك أن يفقد عيونه الثنتين، جريح آخر أولا في السودان أفقد العين حقه في السودان، نعم، والآن العين الثاني معي ضربة إلا متر، وأنا معي الثنتين الأرجل حقي، الرجل الأولى في دار مفصل، والرجل الثاني على وشك أن يقع بها غرغرينا في السودان الأرجل. إحنا في السودان مهملين، إحنا في السودان لا يوجد أي طب، إحنا هنا في السودان مهملين من قبل الأطباء السودانيين، من قبل الهلال الأحمر السوداني، ما عندنا أي إنسان أن يتابع علينا في السودان، لنا أكثر من 6 أشهر. والله طريحين الجراح في شقة، ما عندنا أحد يتكلم معه، حتى السفارة هنا عندنا في السودان يقولوا لنا نحن مش من اختصاصنا. طيب كم عددكم أخ هيثم؟ يعني كم عددكم أنتم الجرحى الذين سافرتم إلى السودان عبر اللجنة الطبية؟ والله سافرنا إلى السودان من نحن حوالي 92 جريح الذي سافرنا إلى السودان، وبعض الجرحى الآن سافرونا إلى اليمن من غير علاجات، لا يوجد أي علاجات لهم، وإنما تأخروهم هنا وعشان لا يوجد طب، أتنازلوا عن العلاجات حقهم
وسافروا لليمن من غير علاجات. والان نحن هنا المتبقيين حالتنا مثل الزفت، حالتنا مثل الزفت. لم يتساعدوا معانا اي ناس، لا توقف سفاره، لا يوقف طب. الهلال الاحمر السوداني لم يتكلم معانا، ما يرضوا حتى يردوا علينا بالتلفونات. طيب هل تتواصلوا مع اللجنه الطبيه اخ هيثم؟ هل يعني بحكم انها هي التي سفرتكم وهي المعنيه بكم، هل تتواصلون مع اللجنه الطبيه المسؤول عن تسفيرك؟ اللجنه الطبيه ما يرضوا يردوا علينا، ما عندنا احد والله متواصل معنا. اخونا منذر بن الحليم للسعوديه، اتواصل بجميع المسائل، اتواصل بوزير الصحه، اتواصل بالهلال الاحمر السوداني، اتواصل بالسفير هنا عندنا في السودان، اتواصل بجميع المحليين، ولكنها لا حال من تنادي. اخونا منذر بن علي، اتواصل بجميع الناس عندهم باليمن، اتواصل بي المحافظ، اتواصل بجميع الوزراء في السعوديه، اتواصل مع الهلال الاحمر هنا في السودان، اتواصل بالسفاره التي السفاره اليمنيه هنا في السودان، ولكن لا حياة من جنازي. حرام لنا اكثر من 6 اشهر، انقذوا ارواحنا، انقذونا من الحياه الذي نحن عايشينها. صديقي جمال على وشك ان يسقط عيون الدندين، وانا على وشك ان افقد الدندين الارجل العقلي، الرجل اللي زرقت بها غرغريه. ما حصلنا اي طب في السودان، لا يوجد اي كوادر في السودان. انا اود ان اناشد حقي على هواهم مباشره للاخ مغامره الاخ الرئيس عبد الرب منصور هادي، ولا وزير الصحه، ولا كل المحليين ان ينقذوا برحانا في السودان، ان ينقذونا من العذاب الذي نحن فيه اكثر من 6 اشهر، والله لن يحملوا لنا اي شيء. هكذا يعاملوا جرحى سعد؟ لماذا جرحى سعد في السودان وجرحى الجنوب في احسن المستشفيات في تركيا، في الهند، في الامارات، في الاردن؟ لماذا؟ وبهذه لماذا اخ هيثم اسمح لي ان اختم معك، واتمنى ان تكون رسالتك قد وصلت يعني للمعنيين، لكل من وجهت لهم يعني هذه النداءات. انا اشعر بالاثم، وانا يعني ربما لا ذنب لي الا انني استمع لوجعك ولست قادره على عمل اي شيء. يعني انت واحد من الذين وصل صوتكم، وهناك الالاف مثلك. يؤسفني ان يعني ان نحيا حياتنا ونستمر بحياتنا وهناك من يتالمون وهم كانوا يدافعون عنا وعن بلدنا، ولدينا حكومه للاسف الشديد يعني حتى الان يعني غير معنيه بكل هذه الجراح الذي يعني كنتم انتم من دافعتم بها عنها في لحظه صدق. استمع الى رايك استاذ شوقي. رايي اختي شعور بعجز والم ووجع، بل يعني مع أنه اللعن لا يجوز يعني، لكن للأسف لعنت ألف لعنة داخلي. هناك نقطة مهمة، أنه للأسف أحيانا تدار بعض العلاقات بعاطفة وكما يقال سلق بيض، يعني بشيء من العاطفة وحسن النية. موضوع جرح السودان لم يتم هذا الملف بطريقة بروتوكولية مسؤولة. القصة وما فيها أنه كان هناك جرحى في السعودية، جزء منهم طبعا وجدوا للأسف تعامل غير يعني لائق، إلى درجة يخبرني أحد الجرحى قال كان يدخل علينا الممرض ويقول لهم هذه عقوبتكم لأنكم خرجتم على ولي الأمر. يعني للأسف لم تهيئ مستشفيات مسؤولة عن الجرحى، يعني يبدو أن الهيئة نفسها كانت مسؤولة عن بعض هذه المشافي، فكانت تخاطبهم بخطاب الهيئة المتخلف. القصة وما فيها أنه أرادوا أن يعالجوا الموضوع بأي طريقة، يعني كما كلفتة. يقال باليمن كلفتة، يعني سلق بيض. عن كثير من جرحى السودان رمي بهم في أطراف الخط. يعني الرجل يبكي يعني معاناة. أنا قلت لك زرتهم إلى شقة، بل أخذوا إلى مشفى خارج الخرطوم، خارج هذا المشفى لازال حديثا، لم يفتح بعد، يعني مؤقتا، يعني لازال البناء، ولهذا كانوا يأتون بأطباء ثم يجلس الطبيب معهم فتره ثم يعود. يعني في ماساه. فملف السودان مع كل الاحترام والحب والتقدير للاخوه في السودان ونيتهم حسنه وطرحوا لنا كل شيء يعني من وقدموا لنا كل شيء، لكن في الملف الطبي متى كانت السودان نموذجا طبيا لعلاج راقي؟ يعني متى قد كان يعني؟
إذا لابد من إعادة النظر في مثل في موضوع جرح السودان، لابد الآن من أن تتحرك الشرعية. المشكلة أستاذ شوقي يعني لم أعد أدري أي ملف يجب إعادة النظر فيه، يعني كما تجد السودان كل الشرعية وكل ملفاتها. في القاهرة أعرف حالات يعني في البدرومات يعني يسكنون على حسابهم الشخصي وبعضهم لا يجد قوت يومه. هذا الملف شائك جدا ومؤلم للأسف الشديد. أشكرك أستاذ شوقي القاضي البرلماني والباحث في القانون الدولي الإنساني، كنت معنا في هذه الحلقة الموجهة لضمائر يعني لا أدري هل ما زالت تعيش أم لا، لأناس بلا إنسانية للحقيقة، ويعني حتى هذه اللحظة لم يتم فتح هذا الملف بجدية وبتحمل المسؤولية. أتمنى في حلقة قادمة أن يؤتى ب لا يرضون يا أستاذ شوقي، هل يتهيأ لك أننا لا نحاول أن يكون معنا من مركز الملك سلمان ومن وزارة الصحة ومن الهيئة العسكرية ومن كل مكان ولكن لا أحد يستجيب؟ عموما شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، ومن رعاية الله وأمنه.